رسالة صوتية للإعلامية سورية أبو عمامة تتحدث عن إصابتها بكورونا. طمأنت الإعلامية سورية أبو عمامة برسالة صوتية بشأن وضعيتها الصحية جراء إصابتها بفيروس كورونا. ونشر الإعلام السعدي ناصر الدين الرسالة عبر صفحته بموقع فيسبوك بصوت الإعلامية بالتلفزيون العمومي. سورية أبو عمامة تقول فيها: الحمد لله، أنا أتعافى تدريجيا، لا تتصور مقدار الفرحة التي أحدثتها رسالته. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر إصابة نجمة التلفزيون العمومي سابقا سورية أبو عمامة بفيروس كورونا، وعبر إعلاميون وناشطون عن قلقهم بشأن الحالة الصحية للإعلامية، لا سيما أن خبر إصابتها تزامن مع رحيل زميلها في مؤسسة التلفزيون العمومي كريم بوسالم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكتب الصحفي بالتلفزيون العمومي عبد العال مزغيش: اتصلت بالأخت والزميلة سورية أبو عمامة قبل قليل، وجدتها متأثرة برحيل الأخ والزميل كريم بوسالم رحمة الله عليه. وأضاف: قالت لي أن ما يؤثر هو أنه رحلت دون أن يحضن طفله الصغير، فزوجته حامل في الشهر السادس، ربي يشفيها، فهي مصابة أيضا بالفيروس. وتابع أن الإعلامية علقت على صحتها قائلة: لقد عدت من بعيد، فإصابتي كانت خطيرة جدا، والآن ارتفع ضغط الدم الذي انخفض بشدة منذ أيام، وأنني أحمد الله على هذا الحال، وأعز نفسي وأعز زملاء وأهل الفقيد وكل من عرف كريم بوسالم، دعواتكم وحافظوا على أنفسكم. ودونت الأستاذة الجامعية والصحفية بالتلفزيون العمومي كنزة أبو دولة بحسابها على موقع فيسبوك بعد اتصالي بها أمس: الأستاذة سورية أبو عمامة تتماسل للشفاء، وهي في صحة وميسورة الحال، الحمد لله.